ميرسي بوكو شيخ أحمد. شكرا جزيلا. أولا أنا سعيد جدا بحديثي معكم على قناة الأهلي اليوم. أرحب بالمدرب باتريس كارتيرون وأتمنى له إقامة طيبة وأكون له كل مشجعي كرة قدم في مصر ينتظرونه. باتريس كارتيرون هو يعرف مصر جيدا جدا، يعرف القاهرة، هو عاش هنا. طبعا أتمنى له التأقلم سريعا وشعور بأريحية في مصر. النصيحة الوحيدة اللي أقدر أديها له هي أنه يحب مصر عشان يشعر بالراحة بتواجده في القاهرة، وطبعا كلها حاجة هتبقى ممتازة. وأقدر أقول له طبعا أن السفارة الفرنسية هي بيته الثاني الذي يمكن أن يأتي إليه في أي وقت ومع فريقه أيضا. طبعا ici aussi à l'ambassade de France. أعتقد أن باتريس كارتيرون يتحمل مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق مزيد من الانتصارات للنادي الأهلي، خصوصا أن النادي الأهلي فريق كبير صاحب بطولات، وهو يسعى الآن لتحقيق اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه، فهو هي مسؤولية كبيرة جدا. طبعا أنا أعلم أن المدرب باتريس كارتيرون يعلم مصر جيدا، هو كان موجودا في عام 2016 لتدريب نادي وادي دجلة، وهو الآن بعد مرور عامين يأتي مجددا لتدريب النادي الأهلي مع مسؤولية كبيرة جدا هي تدريب النادي الأهلي. باتريس كارتيرون كان لاعبا كبيرا جدا وكان لاعبا مميز في الأندية الفرنسية لكرة القدم، طبعا أندية كبيرة لا سيما لافال وطبعا نادي سانت إتيان، وكان هو بالتالي خبرة جيدة كلاعب لكرة القدم، وطبعا هو أيضا مدرب كبير للغاية، تولى تدريب العديد من كبرى الأندية في القارة الإفريقية وطبعا في مصر ومع وادي دجلة. أعتقد أن كارتيرون كان لاعبا كبيرا في فرنسا، لاعب قديم، هو مدرب أيضا محنك، وأعتقد أن فوز فرنسا بالمونديال الأخير سيمثل له دفعة قوية له من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات والبطولات للنادي الأهلي الذي يسعى مجددا للحصول على البطولات. وطبعا أنا متأكد أن ديدي ديشام مدرب الحالي منتخب فرنسا يمكن أن يشكل وحيا بالنسبة للنادي الأهلي ولباتريس كارتيرون، وخاصة ذلك الإصرار على تحقيق النجاح.